بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. هيتش وان، اوه واتس ا جول. الفاول عالمي يا زعيم. هنبدا معاكم جولتنا الرياضيه من المنتخب المصري اللي بيبحث عن الفوز رقم 9 على المنتخب السنغالي، وبيستعد منتخبنا للمواجهه من اجل حسم بطاقه التاهل للمونديال في الدور الحاسم من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022، واللي هيفوز بمجموع المباراتين هيتاهل مباشره لمونديال قطر. وهتتلعب مباراه مصر والسنغال في لقاء العوده في الدور الفاصل لتصفيات كاس العالم بكره الساعه 7 بالليل في العاصمه السنغاليه داكار. البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنه بعت رساله تحفيزيه باللغه العربيه للعيبه المنتخب الوطني قبل مواجهه السنغال، وكتب كيروش على حسابه في تويتر: شباب مصر جاهزون للشوط الثاني، نمتلك طاقه اكثر من اي وقت مضى، بتواضعنا وروح فريقنا والعمل الجماعي فلن نكون بمفردنا، لاننا نحمل في قلوبنا دعم جمهور مصر، نحن كلنا ثقه لاننا نعلم انه شيء اسمى منا جميعا، نسعى ان نصل له وقد نراه قريبا. وقبل ما تنطلق التدريبات السلم الجنوب افريقي، بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الاهلي تقرير مفصل من جهازه المساعد عن حاله لعيبه الفريق كله مع الخضوع لقياسات الوزن علشان يعرف مدى التزام اللعيبه بالتعليمات اللي اقرها قبل منحهم فتره الراحه. المدير الفني ناوي على التحفيظ او يحفظ لعيبته خطه مواجهه الهلال السوداني بعد التاكد من التزامهم بالبرنامج الغذائي اللي تم وضعه قبل الراحه. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته امبارح على ملعب التتش بعد ما خلصت فترة الراحة اللي حصل عليها الفريق بعد مباراة المريخ السوداني، واستمرت الأجازة لمدة 8 أيام للدائع عشان التخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات. محمود حمدي الونش مدافع فريق الزمالك حضر تدريبات الفريق امبارح لكن ما شاركش، وحرص البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع لاعب على هامش التدريب أشاد خلالها بمستوى الونش مع المنتخب في مباراة السنغال في ذهاب الدور الحاسم بالتصفيات المؤهلة للمونديال. وانتظم شيكابالا قائد الفريق في تدريبات امبارح، وشارك كمان أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في تدريبات بصورة طبيعية بعد ما خلص البرنامج التأهيلي. الحساب الرسمي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أشاد بأحمد مسعود حارس مرمى النادي المصري بعد ما حافظ على شباكه خلال 4 مباريات من دور المجموعات، ونشر الحساب الرسمي لبطولة فيديو على تويتر لحارس المصري وعلق عليه وقال: حافظ حارس المصري على شباكه نظيفة في 4 مباريات من 5 بكأس الكونفدرالية وده في الموسم، وهو أكثر فريق حافظ على شباكه دون أهداف حتى الآن بالبطولة. وحقق الثنائي المصري مهند شعبان وسلمى عبد المقصود الميدالية الذهبية في الزوج المختلط ببطولة كأس العالم الخماسي الحديث. وبكده خلصت أخبارنا الرياضية، وهنرجع مرة تانية لباسانت ومحمد عشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. شكرا لك يا دينا.